شرع المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسب بيان للشرطة الجزائرية منشور على صفحتها على الفيسبوك. يقول البيان في أنه في إطار التعاون الثنائي الجزائري الأمريكي في المجال الشرطي، يقوم المدير العام للأمن الوطني علي بداوي رفقة إطارات سامية بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة، تهدف إلى تعزيز التعاون، تبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، مع الاطلاع على الطرق والتكتيكات العملياتية المستحدثة في محاربة الجريمة. على هامش هذا اللقاء، مثل ما نشاهد في الصورة التي تم يعني مرفقة بهذا البيان، المدير العام للأمن الوطني علي بداوي التقى بجيمس سميث. جيمس سميث هو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لنيويورك FBI، أين ناقش الطرفان مختلف التحديات والإشكالات ذات الاختصاص الشرطي. وفي الصورة كما نشاهد يحضر سفير الجزائر في واشنطن السيد بقادوم، وتحضر سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر. عن هذه الزيارة وعن أولويات مدير الأمن الوطني في تبادل الخبرات والتجارب مع الجانب الأمريكي يلتحق بنا الدكتور أحمد ميزاب الخبير الأمني والاستراتيجي عبر الهاتف. أستاذ ميزاب مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير أهلا وسهلا بك، تحية طيبة. أهلا. طيب أستاذ ميزاب، شكلا ماذا يعني ما الذي تقوله هذه الزيارة لمدير المدير العام للأمن الوطني، وأيضا ما هي الأولويات في أجندة هذه الزيارة بناء على ما جاء أيضا في البيان وما لم يأتي في البيان؟ ربما خلينا نقول بأن هذه الزيارة هي تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك الجزائري مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة كذلك إلى تبادل الخبرات وكذلك تعزيز مختلف الجوانب مما يسهم في تطوير القدرات الشرطية بالنسبة للشرطة الجزائرية. من ناحية الثانية كذلك نحن ندرك جيدا بأن مفهوم الجريمة يعرف تطور ويعرف كذلك تحولات في عديد من المجالات. اليوم نتكلم على تحديات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، نتكلم من ناحية أخرى كذلك تحديات الجريمة المرتبطة بالفضاء السيبراني، نتكلم كذلك على التطورات الجريمة الجنائية. وبالتالي من المهم أن يكون هنالك البحث في تبادل الخبرات وكذلك التعاون في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى المسألة الأساسية وهو تنويع الشراكات، وهو ما يندرج في إطار هذه الزيارة. وبدليل أنه اللقاء مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونعرف جيدا أنه مكتب التحقيقات الفيدرالي من بين المهام وكذلك المسؤوليات هو حماية الولايات المتحدة الأمريكية من الهجمات الإرهابية ومكافحة التجسس وكذلك مكافحة مختلف أشكال الجريمة. وبالتالي يأتي في إطار أولا تعزيز المكتسبات وكذلك تبادل التجارب، وندرك جيدا الجزائر لها تجارب هامة خاصة المؤسسة الشرطية في عديد من المجالات التي يشهد لها. وبالتالي نحن نتحدث على أن المدير العام للأمن الوطني من خلال هذه الزيارة يمكن أن نقرأ بأنه يريد أن يؤكد على مسألة هامة، وهو العزم على تعزيز قدرات المؤسسة الشرطية الجزائرية وعلى كذلك العمل على اكتساب الخبرات والإفادة بالخبرات التي تمتلكها المؤسسة الشرطية، خاصة من خلال المفاهيم التي تشتغل عليها كالشرطة المجتمعية إلى غير ذلك. وبالتالي نحن نتحدث على أن هذه الزيارة من حيث المحتوى، من حيث كذلك الأجندة، من حيث كذلك الوفد المرافق للمدير العام، تعطينا العديد من الدلالات الإيجابية أولا على المكان التي ترتقي إليها المؤسسة الشرطية الجزائرية، وكذلك أهمية الزيارة من حيث كذلك المضامين والمواضيع التي يتم تناولها، وهي المواضيع. طيب بالنسبة إلى المواضيع بقضايا الساعة.